مرحبا ببرج الثور. فالشخص ده غالبا منتظر منك انت رسالة، يعني هو كيتسنى انك انت اللي تراسله. وطاقتك حاليا، لازم اولا نقول الطاقة، طاقتك حاليا يا برج الثور هي طاقة حماسية، يعني حاليا انت مهتم بنفسك، بصحتك، باحوالك، بدراستك، بالشغل، اكثر شيء بالشغل. يعني بشوف انه في منكم عم بدور على شغل، يعني هذه اهم اهتماماتك بهالوقت. يعني كأني بشوفك طالع من حاجة، يعني حاجة صارت معك، لأن عندي ورقة مقلوبة هون، كأنك طالع من غضب، من زعل، من تجربة، من شيء يعني زعلك كتير، لأن هذه الورقة هذه بتدل على الإدمان على شيء، يعني كأنك كنت مدمن على شيء، يعني كأنك مدمن تتكلم مع شخص حد ذاته، كأنك مدمن على حاجة كالشرب، كأنك عم تدخن، كأنك عم تاكل كتير، على الكلام، على الخروج مع حدا معين، يعني شيء يعني من هالشيء. فالورقة دي بتقولك أنك أنت في عندك إدمان على حاجة معينة، ولكن بما أن الورقة جات مقلوبة فهذا يعني أنه أنت الحين تخلصت من هذا الإدمان، سواء كنت مدمن على شخص، كنت مدمن على شغلة، كنت مدمن على الشرب، على التدخين، على الأكل، يعني أنت أدرى. وواضح أنه أنت طلعت من من حالة الإدمان، لأني بشوفك مهتم بحياتك، مهتم بجسمك، بصحتك، بأكلك، بشغلك، يعني عملت تغيير في حياتك، تغيير جذري مبين عندي هالشي. ممكن هالإدمان يكون إدمان عاطفي، يعني أنت كنت مدمن على هذا الشخص، بتهتم به كتير، بتكلمه كتير، بتتصل فيه، بتحكوا، بتخرجوا مع بعض، يعني وبعدين حسيت انه يعني ما يستاهل هالاهتمام من تصرفاته او من عدم اهتمامه او من شغلات بيعملها. ولهيك انت عندي بالورق سبت ومشيت، يعني كان عندي هون طاقة المنفصلين، في عندي منفصلين هون، مبين بصراحة، مبين عندي هون انه انت اللي سبته، انت اللي سبته. فهون عندي الحبيب مختفي، ويعني ما في ظهور للحبيب، يعني انتوا ما شفتوا بعض من فترة وما بتحكوا مع بعض، ولكن هو بيفكر فيك. في عندي هون ورقة بتقول انه هو بيفكر فيك. الحقيقة الحبيب عندي مبين انه بيحبك، بس في مشاكل وبينده عليك، كمان بينده على السولميت بتاعه اللي هو انت، لانه بيحبك كتير وهو حاسس انه مفتقدك جدا، وانك السولميت تبعه. هو حاسس انه انت الشمس اللي بتنور طريقه، ومفتقدك جدا جدا يا برج الثور. انا شايفاك انك مسيطر على الموقف، وانت اللي سبت وتباعدت، لان الشخص ده زعلك في حاجة او ادانك في حاجة، ولكن هذا الشخص هذا يريد فرصة أخرى. الشخص هذا بيفكر فيك، أنت في باله على طول، ويريد فرصة أخرى، ولكن أنت مشيت بطريق وعم تحاول تزبط حياتك من جديد وترتبها، وعم تحاول يعني أنك كذلك يا برج الثور توازن حالتك المادية. ممكن تكونوا مرتبطين، يعني في عندي مرتبطين او في علاقة ثلاثية. بصراحة من خلال القراءات اللي شفتها دايما بيطلع في علاقة ثلاثية لبرج الثور، مش من برج الثور، من الطرف الثاني.
بيطلع في علاقة ولادية، فممكن يكون في متزوجين وانت يا برج الثور بتحاول تاخد حقوقك المالية، لانه عندي ورقة مبين فيها انه الحبيب حامل احمال كثيرة على ظهره. ما بعرف اذا كان متزوج او انتو مرتبطين مع بعض، فانت ادرى بالحالة هذه، بس مبين انه الطرف اللي يعني الحبيب هو اللي بتزوج، مبين ومبين عندي انه كأنه حامل احمال. في الحقيقة هاي الاحمال عملاله تعب وهو زعلان كثير لانه ما بيكلمك. فانت يا برج الثور مبين عندي انه انت مسيطر على الموقف، يعني عم تحاول تزبط كل شي صار، بس هو الحين يعني عم يحاول كمان يسيطر على الموقف. هو كمان بيفكر انه يعمل معك توازن ويتفق معك. فاذا كنتم متزوجين يعني وفي مشاكل حول النفقة، فهو الحين بيفكر انه لازم يتفق معك ويعطيك حقوقك المادية، او حتى ممكن تكونوا متأثرين من الحبيب كأنه اخذ منك حاجة او اخذ منك فلوس وما رجعهاش، وفي مشاكل وانت متضايق من هالموضوع. فهون عندك يا برج الثور انك لازم تفكر في حياتك العملية وفي حياتك كلها بشكل مضبوط، وما تخليش المشاعر اللي طالعة نازلة تأثر على حياتك، لأنه ما فيش وقت لخداع النفس. يعني لازم تمسك زمام الأمور وتمشي مزبوط. فعندي يعني رح أعمل القراءة العامة، في عندك حظ، عجلة الحظ واقفة معك. يعني كيف رح أشرح لك؟ يعني ما رح أقول لك غير إنه عجلة الحظ واقفة معك، بس انت لازم تشوف الامور مزبوط، تشوف الفرص، تمشي مع الطاقة تبعك وتطلع من العزلة اللي انت فيها. فعندكم ورقتين، انت يا برج الثور عندك ورقة بتقول لك خد موقف، والورقة تبع الحبيب بتقول انه رح يعمل معك توافق. وفي الحقيقة عندي ورقة واضحة، انا بعترض على الازعاج يعني اللي بالشارع رغم انه بعيد، في ورقة بتقول انه الحبيب بحبك وبينادي عليك، يعني بينادي عليك على طول. وانا شايفك انك تخلصت من الادمان، يعني انا بعتقد انه الادمان كان الادمان على الحبيب، يعني كنت بتحبه كثير، مدمن عليه وبتهتم به بزيادة، وانت عم تحاول تعمل توازن ما بين الأخذ والعطاء. الحقيقة الإنسان هذا هو في الحقيقة عايز يكلمك ويقول لك قد إيه هو بيحبك ومشتاق لإلك. يعني بصراحة بشوف هون في علاقة ثلاثية، في يعني كأنه في علاقة ثلاثية لبعضكم، وهذه العلاقة الثلاثية هي اللي معرقلة هاي العلاقة تبعكم. وبصراحة هو مشاعره كبيرة تجاهك يا برج الثور، وبيفكر يبعث لك رسالة، ولكن بشوفه ماسك نفسه، يعني عم بيحاول يسيطر على مشاعره برد النظر انه يعني عايز يكلمك، مشتاق لك كتير، لانه هو يعني شايف انكم لازم تعملوا تسامح مع بعض، خصوصا انه حامل حمل ثقيل على ظهره، يعني كأنها مسؤولية عنده. يعني ممكن يكون هو هز العيلة تبعه، ممكن يكون متزوج وبيحبك، ممكن
لبعضكم. عندي مبين العلاقة الثلاثية، هون في علاقة ثلاثية، في ناس عم يدعوا مشان هالشخص اللي اصلا في حدا جنبه عم يدعو بالزواج. كمان انا شايفك يا برج الثور انت مستقر جدا يعني ومبسوط، يعني حالتك مستقرة مش مخضوض هيك، وكتدوز يعني بتقضي وقت حلو جدا وربنا فاتحها عليك وواقف معك. يعني قلت لكم عجلة الحظ معكم، وخصوصا ماديا ومستقر جدا، في خير، في خير مادي جاي بالطريق. فإذا أنت كنت حاسس إنه في مشاكل مادية عندك فاطمن، ربنا حيفتحها عليك قريبا جدا، اطمن. أو إذا كنت عملت أو داخل مشروع أو راح تعمل مشروع، ربنا حيوقف معك وحيساعدك، وكمان حتكون عندك وفرة بالمشاعر وحتحس إنه بالرضا، راح تحس بالرضا وحتبقى كأنه عندك قدرة إنك تقدر تسامح، وهذه هبة أو عطية من ربنا لإلك يا برج الثور. على طول بتظلموا برج الثور، بتقولوا حظ وحش، لا بلش الحظ يمشي معه واقف معه. كمان أنا بشوف يا برج الثور إنه كأنه أنت كنت مدمن، يعني كأنه كنت مدمن على حب هذا الشخص، وكنت بتديه كل حاجة، وهذا الإدمان أثر على حياتك. ولكن يا برج الثور أنا بشوفك أنك طلعت من الإدمان هذا، سواء كان هذا الإدمان أو إدمان الشغل، إدمان الأكل، يعني بشوفك طلعت منه. ولكن عندي يا برج الثور أن ربنا رح يوقف معك، وما رح تبقى خايف من الارتباط أو من هذه العلاقة، ورح يكون في تسامح وفي رجوع كمان، مبين عندي في رجوع. ولكن انت محتاج انك تعمل حاجة، بصرف النظر اذا كان انت اللي لازم تكلم الحبيب، يعني لازم تاخد اكشن، لاني بشوف انه الحبيب مستني منك رسالة، هو متردد، هو بيحبك عايز يكلمك ولكن هو متردد، عم يستنى منك اشارة، والحبيب جيت وراء انه الاتفاق، يعني رح يتفق معك ويكون متوازن. فالحبيب عايز يكلمك ولكن هو خايف يكلمك بصراحة، هو حاليا بيحاول يمسك نفسه، ولكن هو عايز يكلمك لانه في ورقة انه منتظر انه انت اللي تكلمه، انت اللي تبعت له رسالة، انت اللي تعطيه اشارة، سواء على مواقع التواصل، لانه الشخص هذا بيراقبك على مواقع التواصل السوشيال ميديا، هو بيراقبك او حتى هو مستني منك عرض اتفاق، تعرض عليه اتفاق، عرض، يعني شيء، فهو مستنيك انت، هو عاوز يكلمك بالرغم من انه بيحاول ما يبينش لك هذا الشيء، يعني ما يبين لكش هذا، وبيبين انه مدي لك ظهره، يعني في حالة اذا يعني هو ما بيحاول ما يبين لكش هذا الشيء، لانه ممكن يكون متزوج او في ارتباط، يعني ممكن تكون في علاقة ثلاثية، بس هون في عندي من الكم في علاقة ثلاثية، بعد شوي رح ادخل اشوف
شو راح يصير في هالعلاقة الثلاثية اللي عندي هون، مبينة واضحة. هاي الورقة راح بينها شوي، شفتوا؟ لأنه في واضح في طرف ثالث بينهم، واضح موجود طرف ثالث لبعضكم. في كل الأحوال هو متواصل معك روحيا وبيفكر فيك، بالرغم من إنه ماسك نفسه عن التواصل معك وعلى إنه يخبرك بمشاعره. بالحقيقة الحبيب مبين عندي إنه زعلان عليك، مو زعلان منك بس زعلان عليك، يعني هو مشتاق لك كتير، يعني كأنه هو حاسس إنه أنت طنشته، مش مبين له أي شيء، كأنه أنت ما عادت تحبه. هو عم بيشوف إنه ما في أمل، إنه أنت خلاص تجاوزته، تجاوزت هالحب وهالشيء، كأنه القصة انتهت. هو حاسس إنه أنت مش عايز تعمل اتفاق معاه، مش عايز تكلمه، ودي مش حقيقة بصراحة. عندي ورقة بتقول إنك بتحبه كثير، بتحبه لهالشخص، برغم من هالشي أنت مختفي، يعني كأنه أنت ضايع. الحين عم تحاول تزبط حياتك، عم تحاول تزبط أحوالك، بغض النظر إنه في حزن موجود جواتك، أحيانا عم تحس بحالك وحيد، كأنك مخنوق وما عندك رغبة تعمل شي، برد النظر من كل هالشي، بس انت بتحبه لهالشخص. في عندك ذكريات حلوة عم تذكرها، عم تتذكره، هو موجود ببالك، لحتى تقول نسيته ساعات بتلاقيه جوات بالك من جديد. فانت بتفكر فيه جدا وعاوز ارتباط واستقرار وحياة سعيدة، ولكن حاليا بشوفك الحمد لله مستقر احسن من اللي قبل، يعني تحسنت أحوالك بالمقارنة، نفسيتك بالمقارنة مع قبل. وطبعا دي قراءة عامة وكل واحد عارف ظروفه إيه، فعندي هون طاقات كثيرة عم حاول أظهرها لإلكم. ففي الحقيقة هو مستنيك تعمل أي شيء، هو مستني إنه يعرف إنك مهتم، لإنه يائس، حس إنه أنت نسيته، أنت كأنك مختفي. فإذا كان أو إذا كنت ينفع، يعني بدك أو هيك فرصة تانية، تعطيها الفرصة، ممكن تبعث له رسالة تتواصل معاه. بصراحة هو مش رح يحاول يبين مشاعره الفترة اللي جاية، في لخبطة شوية في الكلام، لأنه أنا عم حاول أتكلم بطريقة تفهموها، لأنه اللغة تبعي ما رح تفهموها، لغة الأصل. الحقيقة هو رح يحاول يعمل معاك الصح، فإذا كنتوا بتشتغلوا مع بعض يعني رح يعمل معاك الصح. فإذا كنتوا متزوجين أو في ارتباط أو منفصلين وفي نفقة وفي شيء هيك، هو رح يعمل الصح ورح يعطيكم حقوقكم. أما من ناحية الحب، يعني هو بيحبك أنت، مستني الصلميت تبعه اللي هو أنت، مستنيك تبعت له رسالة، إشارة، شغلة هيك. فيا برج الثور، الحبيب حاسس إنك ما عدتش بتحبه، فهو لازم تحسسه إنك لسه بتحبه إذا كنت بدك ترجع العلاقة، يعني لازم تعطيه أي إشارة. فحاليا أنا شايفاك إنك سعيد ومستقر وعندك 10 كوبايات من غيره، فهو ده الشي اللي قلقه. وأنا حاليا شايفاك يا برج الثور إنه الشهر ده راح تكون حلو جدا، لأنه في أشياء مادية جاياك، هي أشياء حلوة كتير. الحقيقة دي مش قراءة عامة، بس يعني ده الشيء اللي ظاهر عندي بالورق. ومن ناحية الحبيب رح يكون في تواصل كبير بينك وبين الحبيب، لاني انا شايفة انه انت حاسس فيه وبتشعر به جدا. فانا بشوف انه ربنا ساعدك الفترة اللي فاتت،
من خلال الشيء اللي صار معك، وأصبحت شخص عنده مواهب، وتخلصت من الإدمان اللي كان عندك، سواء كان إدمان الحب أو إدمان الشغل أو إدمان الفلوس الكتير أو إدمان الكلام. فأنت طلعت من الإدمان ده وربنا ساعدك فيه. وحقيقة يعني الحبيب ما رح يبين مشاعره، لأنه بصراحة واخد على خاطره، بصراحة هو عايز يعمل توافق معك، ولكن هو مستنيك انت تبعت له رسالة او تعطيه اشارة. فاذا كنت انت ينفع تبعت له رسالة فما تترددش، وهذا الشيء حسب ظروفك، لانه هذه قراءة عامة، فانت ناضج وبتقدر تاخذ قرارات وتعرف شو الصح لإلك وشو اللي مو منيح لإلك. وبصراحة لو عايز تنتظره ممكن تنتظره، بس يعني عندي هون مبين انه هو بينتظرك، هو اللي بينتظر انك تكلمه، انك تبعت له رسالة، انك تعطيه اشارة. بالنسبة للعلاقة الثلاثية اللي قلت لكم راح ارجع لها، بصراحة انا عم شوف انه انت الطرف اللي بعيد، يعني انت خرجت من العلاقة دي، وعم شوفك عم تدعي الله، عم تدعي الله مشان يرجع لك الحبيب، وعم شوف هون دعواتك مقبولة، يعني في عندك يعني ورقتين، وفي ورقة ثالثة يعني في الجهة تبعك تبع الدعاء، دعائك مقبول. كمان كأنه الحبيب متزوج، يعني كأنه هون متزوج أو ممكن يكون مرتبط مع شخص، يعني غير الثانية اللي ورثكم قبل شوي. شو حكاية العلاقات الثلاثية؟ رح شوف في عندك معجب، رح يجيك معجب جديد، لكن انت ما بتشوف الفرص اللي عندك، انت بتشوف الحبيب بس، مبين علاقة الحبيب والطرف اللي معه مو منيحة، يعني كأنه علاقة جسدية، كأنه ما في حب، كأنه الحبيب مش مرتاح، لأنه الورقة اللي طلعت لي هي هي. يا برج الثور شو حكايتك يا برج الثور؟ برج الثور انت طالع لك هالرقم، شو حكايتك يا برج الثور؟ مبين عندي الحبيب رح ينفصل، يعني مبين عندي في مشاكل، في كأنه في عنده تحديات وأحمال. طلعت عندي ورقة إجابة الدعاء. يا برج الثور، يا برج الثور شو هالحظ، شو هالحظ اللي موقف معك، شو هالحظ يا برج الثور؟ يا إلهي شو هاد، والله ما شفت هالورقة. يا برج الثور طلعت عندي ورقة إجابة الدعاء مع ورقة الزواج من الشاب اللي بتحبه. خلاص يا إلهي، والله فرحتني هالورقة، والله القراءة حلوة، أنا حبيت هالقراءة. بس في شغلة بدي أحكيها هون، شفتوا في عندكم معجبين، بس راح العملية راح تاخد وقت، أحتاج، لأنه كيف بتشوفوا الطرف الثالث، يعني العلاقة مش منيحة مع الحبيب، يعني في فتور، كأنه في علاقة جسدية موجودة، كأنه في مشاكل، يعني ما بشوف يعني أنه في ترابط، في حب، يعني الحبيب بيحبك أنت يا برج الثور، الحب لإلك أنت، الحب وأنت الأصل، أنت الأصل، أنا طالع عندي أنت الأصل، أنت الأساس. في القراءة هذه في يعني شغلات مده قراءة يعني مميزة، يعني الورقة دي تطلع من جديد. والله 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 أنا مستغربة، يعني الورقة دي يعني فيها مش كيف، عندي يعني ثلاث علاقات ثلاثية، كل واحدة يعني في جهة، بس هون هاي العلاقة الثلاثية تكللت، يعني
في دعاء، في رغبة داخلية، يعني توجعتوا كتير، يعني كأنه ما عندكم أمل، ما عندكم، بس في 3 ورقات يعني تبع الدعاء، يعني عندي في 3 ورقات تحت، يعني عملت الورق فوق ورق، في 3 ورقات كانوا طالعين عندي، هم في جهتك أنت، وأنت عم تدعي الله مشان الحبيب، مع الله أكبر كبيرة، الله أكبر كبيرة، الأذان طلعت لك ورقة إجابة الدعاء مع الزواج، ورقة الزواج من الحبيب نفسه، من الحبيب نفس ال من الحبيب، الله يتمم بخير إن شاء الله. نشوف، ماشي، برج الثور في عندك حظ منيح 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 وراء هالورقة إجابة الدعاء، في زواج، بالله سيستنى رح نمشي هون، آه في حياة سعيدة يا ربي دخيلك يا ده، بعد الزواج راح تكون حياتكم سعيدة، والله والله ها الورق طلع عندي، تبارك الله والصلاة على النبي، في إجابة الدعاء، يعني في شو طلعت عندي حتى الورقة تبع الثلاثية، يعني راح يكون زواج بعد العلاقة الثلاثية، في استجابة الدعاء، وراح تكونوا راح تكوني سعيدة أو سعيد، في صراحة يا برج الثور الأوراق ديالكم كثير حلوة، أنا تفاجأت منها كثير والله، في عندي إجابة دعاء، عندي في رجوع، يعني عندي هون في طاقة رجوع، في طاقات كثيرة، عندي أشخاص من الماضي، يعني في حب موجود، بتمنى لكم السعادة، وتكون هاي القراءة انطبقت عليكم، ما تنسوني من الاشتراك واللايك وتضغطوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وفي النصيحة تبعكم الورقة بتقولكم استمروا في الدعاء وفي التحسينات المالية، ولا تقولوا شيء للحبيب قبل ما تكونوا متأكدين منه وراضيين انكم بدكم اياه، سواء كان بدكم تنفصلوا او بدكم تكملوا هالعلاقة،